يسلم محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد العقود الجديدة لملاك الورش بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم، ذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا الزميلة نسمة الشافعي على الهواء مباشرة من هناك. نسمة، ماذا لديك في التفاصيل؟ إليك الكلمة، تفضلي. اهلا احمد، بالفعل نتواجد بديوان عام محافظة القاهرة، حيث قام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بتسليم 24 عقد جديد لملاك منطقة شق الثعبان من اصل 40 عقد جاري الانتهاء من الاوراق للمستثمرين الاخرين، حيث ان هذه المنطقة بتعد من اهم المناطق في صناعة الرخام، ويبلغ حجم الاستثمارات 18 مليارات جنيه. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معي على الهواء مباشرة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة. برحب بحضرتك يا سيد محافظ في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. سيد محافظ، يعني في البداية لو تكلمنا عن هذا أو تسليم العقود اليوم، أهمية هذه المبادرة التي تقوم بها محافظة القاهرة بتعاون أكيد مع جهات كثيرة ومع المستثمرين هناك، أهمية تقنين أوضاع المستثمرين في منطقة شق الثعبان. الحقيقة النهاردة احنا بنجني ثمرة جهود كبيرة تمت خلال الفترة الماضية، جهود من مؤسسة الرئاسة ومن هيئة الرقابة الإدارية ومن محافظة القاهرة ومن مستثمري شق الثعبان ومن البنك الأهلي، وطبعا القوات المسلحة كان لها جهود رائدة أيضا. الجهود دي كللت الحمد لله بأن احنا النهاردة بنسلم 40 عقد للدفعة الأولى من تقنين الوضع في شق الثعبان. احنا عندنا في شق الثعبان 1858 ورشة ومصنع بيمثلوا صناعة ضخمة جدا مقامة عشوائيا من 30 سنة. ابتدت المحافظة تهتم بتقنين أوضاعهم من حوالي 20 سنة، لكن كان الموضوع ماشي ببطء. تمكنت المحافظة من تقنين وضع 538 متعاقد حتى الآن. النهاردة كنا المرحلة اللي ابتدت السنة اللي فاتت 2016 حتى الآن اتقدم لنا 1085 متعاقد أو طالب تقنين وضع. انتهينا النهاردة من الدفعة الأولى اللي هي 40 عقد. الحقيقة ده بعد تسوية تمت بتعاون من مؤسسة الرئاسة زي ما قلت، عشان نخفض القيمة المالية المطلوبة من السادة المستثمرين، والحمد لله وصلنا لاتفاق وابتدينا نسلم العقود. دي مرحلة أولى، إن شاء الله خلال يمكن أسبوعين ثلاثة أنا أتوقع إن إحنا كل الناس اللي هم ما زالوا لم يقننوا أوضاعهم وهو عددهم 1320 هنكون انتهينا منهم تماما. المهم بقى المخطط القادم لهذه المنطقة. إحنا عندنا مخطط الحقيقة واضح جدا بتوجيهات رئاسية إن هذه المنطقة لابد إنها تكون يعني مصدر هام جدا للاقتصاد المصري. زي ما حضرتك قلت في 18 مليار استثمارات، وفي 45 ألف عمالة مباشرة وقدهم ضعفهم عمالة غير مباشرة، يعني احنا بنتكلم في حوالي 150 ألف قوة عاملة في المنطقة، وتصدير اللي هو المرئي 500 مليون، لكن الفعلي حوالي مليار ونص مليار جنيه تصدير فعلي سنويا، لان هم بيضطروا يصدروا لانهم ما بيشتغلوش بتراخيص، بيضطروا يصدروا من خلال اخرين وكده. احنا عايزين نتوقف عن ان احنا نصدر كتل الرخام، احنا عايزين نقيم صناعه حقيقيه للرخام والجرانيت في مصر، والصناعه قائمه لكن عايزه عنايه. المخطط بالنسبه لنا والتوجيهات جايه ان احنا ان شاء الله هنكمل المرافق بتاعه المنطقه كامله، وهنعمل منطقة خدمية ومنطقة لوجستية، وهنعمل بورصة للرخام، وهنعمل إن شاء الله منطقة خدمية تتميز بأن فيها بنوك، فيها مكاتب للتصدير، فيها مكاتب للشحن. كل البنية التحتية المطلوبة هنعملها، بالإضافة طبعا لمركز تدريب، مدرسة صناعية فنية متخصصة في صناعة الرخام. يعني إن شاء الله المنطقة هتتغير، ويعني يمكن التوقيت اللي محدد لنا لغاية 30/6 السنة القادمة، فإن شاء الله هنحاول ونبذل أقصى جهد عشان ننفذ في هذا التوقيت بإذن الله. سيد محافظ، يعني لو بإجازة نتحدث عن المشروعات التي تنفذها في الوقت الحالي محافظة القاهرة. لا، احنا عندنا مشروعات كتيرة. في عندنا برضو منطقة مهمة جدا أو مشروع مهم جدا اللي هو مشروع الفواخير.
احنا عندنا قرية للفواخير كان بدأ في انشائها من اكتر من 10 سنين. الحقيقة كان فيها معوقات كتيرة، ابتدينا نلم الموضوع الوقتي وفي طريقنا ان شاء الله ننتهي منه. احنا عندنا برضو جراج روكسي، الجراج الذكي اللي هو متعدد الطوابق، ودي نقلة هتكون كبيرة لموضوع الجراشات في القاهرة، برضو كان متعطل لكن الحمد لله الوقت ماشيين فيه كويس. الحقيقة احنا نهجنا نهج هام جدا من ساعة ما توليت المسؤولية في المحافظة، ان احنا ركزنا نعين لكل مشروع مدير، فأصبح في مدير للمشروع لازم يحط خطة متكاملة للتنفيذ، وبنعمل اجتماعات مستمرة نتابعه وصلنا لإيه وندفع الإجراءات. فبدأت المشروعات تتحرك إن شاء الله. في مشروع برضو بتاع الموقف الإقليمي في منطقة السلام، موقف السيارات الأقاليم ده بيسع 1700 سيارة، وبرضو منتظر يفتتح إن شاء الله خلال فترة وجيزة. في مشروع هام جدا بتقوم به شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهو إعادة تطوير حديقة الميريلاند، تطوير شامل الحقيقة، في جزء هي بتقوم به وفي جزء في مستثمر بيقوم به، وأنا بشكر القوات المسلحة لأنها أيضا تدخلت في هذا المشروع ودفعت إجراءاته في الفترة الأخيرة وحلت مشكلة المستثمر. فإن شاء الله من المنتظر أنه يفتتح على نهاية الشهر ده أو بداية الشهر القادم. يعني في مشروعات كتيرة طبعا يعني مش حاضرني الوقت كلها، لكن مشروعات كتيرة بتتم في المرحلة القادمة إن شاء الله، وهنشوف نتاجها وثمارها بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. يعني أحمد، هذا كان لقائنا مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الذي تحدثنا معه عن تقنين أوضاع المستثمرين في منطقة شق الثعبان، وعودة مرة أخرى لك. شكرا جزيلا لك نسمة الشافعي، متحدثة إلينا على الهواء مباشرة من ديوان عام محافظة القاهرة، وكان معها محافظ القاهرة السيد عاطف عبد الحميد الذي تحدث عن تقنين أوضاع عدد من الورش في منطقة شق الثعبان، على أمل أن يتم الانتهاء من باقي طلبات تقنين الأوضاع خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة.